حول تطورات الأوضاع في ليبيا وآلية العمل الثلاثية الجامعة بين مصر وتونس والجزائر، نتحول لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي الثلاثي الذي يجمع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، ثم نعود مباشرة. في ليبيا الشقيقة انطلاقا من الاتفاق السياسي الليبي ومبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، فدولنا هي الأقرب بالتاريخ والثقافة والمصير المشترك إلى ليبيا، وهي بالضرورة صاحبة المصلحة الأكبر في استقرارها وإزدهارها. واستطيع أن أقول إن مداولاتنا اليوم أكدت عزم دولنا على مواصلة التنسيق والتعاون لدعم الحل السياسي في ليبيا ودعم الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب ومواجهة كل من يدعمه بالسلاح أو العتاد أو يوفر له المنابر السياسية والأيديولوجية. ولا شك إن على المجتمع الدولي مسؤولية واضحة لمواجهة انتهاكات قرارات مجلس الأمن ومحاولة أطراف معروفة لتقديم الدعم للتنظيمات إرهابية وتكريس فوضى الميليشيات وحرمان الشعب الليبي من السيطرة على مقدراته وموارده. وأخيرا، فإنني أؤكد على أهمية العمل على كافة المستويات بين دولنا الثلاثة ومع سائر دول جوار ليبيا وفي إطار الاتحاد الأفريقي ومع الأمم المتحدة لدعم التسوية في ليبيا ومواجهة التدخلات الخارجية المرفوضة شكلا وموضوعا، وإنهاء حالة الانسداد السياسي وتغليب الأهواء الشخصية والضيقة على المصالح الوطنية الليبية، والتي وصلت في بعض الأحيان لدرجة الاستقواء بأطراف لم تمانع من دعم الكيانات الإرهابية وتكريس فوضى الميليشيات وتهريب الموارد النفطية والمالية الليبية إلى الخارج. إنني إذ أدعو كافة الليبيين إلى تغليب المصالح الوطنية على أي اعتبار آخر والالتقاء على كلمة سواء، فإنني أدعو أيضا الأمم المتحدة لتكثيف الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية على حد سواء ودون تمييز، سعيا لاستئناف المفاوضات وطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ ليبيا في أقرب وقت ممكن. وختاما، أكرر شكري لأخي معالي الوزير خميس الجهناوي على حسن التنظيم وكرم الاستقبال والضيافة، وأتمنى له ولأخي معالي الوزير صبري دوام التوفيق والصحة، وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل كل شيء، بالطبع الجزائر أيدت تشاطر كل ما أتى به أخي خميس وزير شؤون الخارجية للجمهورية التونسية بهذا البيان، وهو بيان مشترك، يعني مشترك أتى من قلوبنا ومن دراءتنا للعمل من أجل السلم والاستقرار في ليبيا. أبتدئ إذن بتسجيل شكرنا وعرفاننا بجهود الشقيقة تونس تحت قيادة سيادة الرئيس باجي قايد السبسي وبتسيير أخي خميس الجناوي في السعي إلى استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، متيقنين بأن انتخابها في عضوية مجلس الأمن الدولي وبرقم قياسي من شأنه أن يرسخ هذا المسعى بما يعود على ليبيا وعلى منطقتنا ككل بالسلم والرفاد. أذكركم بأن الجزائر بادرت منذ اندلاع المواجهات حول العاصمة طرابلس بالدعوة إلى اجتماع عاجل للثلاثية، كما لم تتردد الجزائر في الموافقة على كل الاقتراحات التي تلت نداؤها، بما فيها اقتراح تنظيم هذا اللقاء بموسكو على هامش ندوة التعاون العربي الروسي. وأشكر أخي الخميس وأخي سامح على حضورهم وعلى كل ما فعلنا اليوم من ومرسخ في البيان. تعرب الجزائر عن ارتياحها لعقد هذا الاجتماع إيمانا منها بأهمية الدور المحوري لهذه الآلية في التشاور والتنسيق وتوحيد الرؤى بين دولنا الثلاث، خاصة في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها البلد الشقيق ليبيا، البلد الشقيق والجار. تعرب الجزائر عن انشغالها العميق واستيائها إزاء القتال المتواصل في ليبيا منذ شهرين، متأسفة لاستهداف المنشآت المدنية الحيوية من مطارات ومستشفيات ومدارس، ناهيك عن المناطق الآهلة بالسكان. لقد كان يتطلع الليبيون
والمجتمع الدولي لعقد الندوة الوطنية وسط تفاؤل بهذا الموعد السياسي الهام بعد أن مهد اجتماع أبو ظبي ظروف نجاحه بما أسفر عنه من توافقات هامة، إلا أنه تراجعت أمال الليبيين ليحل محلها ما نشهد إليه الآن. إن تواصل القتال بات يهدد بضرب المقدرات الاقتصادية للشعب الليبي من منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي، فضلا عن منابع توريد المياه، الأمر الذي يستهدف مصدر رزق الليبيين ويفاقم معاناتهم اليومية. على الرغم من النداءات الصادرة عن الدول والمنظمات بوقف الأعمال العدائية، يستمر الاقتتال بعد مرور ما يزيد عن شهرين. لا بد أن نعترف اليوم بأن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يقود مسار التسوية السلمية ويلغي كل الجهود المدنية التي بذلت منذ سنوات للتواصل إلى إطار للحل السلمي وما دعمه من لقاءات دولية هامة لإنهاء المرحلة الانتقالية. علينا أن نقر أيضا بأن الوضع السائد يهدد الأمن والسلم في ليبيا وفي المنطقة ككل، ويعمق الانقسامات والاحتقان السياسي الداخلي، ويغذي التدخلات الخارجية التي دأبت دولنا الثلاث على الالتزام برفضها، مما يعيد للأذهان أجواء الحملة العسكرية التي تعرضت لها ليبيا في عام 2011. لذلك أثني وأشكر الإخوان الوزراء خميس وسامح لما وصلنا إليه من اتفاق، وإن شاء الله يكون بادرة خير للليبيين أولا وللمنطقة ككل للدول الجوار، وشكرا لكم.